أعزائي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الأسبوعي مع الأستاذ محمود سلام في مادة الرياضيات. النهاردة على غير العادة هراجع معكم الوحدة الأولى من الجبر إن شاء الله. في الأول قبل ما نبدأ في المراجعة، طبعا أشكر الطلاب المجتهدين معايا في المراجعات بتاعتنا أو في الحصة بتاعتنا، وإجاباتهم في الحقيقة محترمة، ومنهم نيرة وياسة ومصطفى. دي كانت أفضل إجابات شفتها في الناس اللي متابعانا. هنبدأ مع بعض. أول حاجة بنقول اختر الإجابة الصحيحة بين الإجابات المعطاة. مجال الدالة د حيث د س تساوي الجذر التربيعي لخمسة ناقص س. أولا، مجال الدالة هو جميع قيم س التي تجعل ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. أو بصفة العموم، مجال الدالة هو جميع قيم س التي تجعل للدالة قيمة حقيقية. فهنا ده جذر تربيعي، فلا معنى للجذر لو كان ما تحت الجذر سالب، لأنه يبقى عدد تخيلي. ففي النوعية دي من المسائل كنا لما بنيجي نحلها بناخد ما تحت الجذر اللي هو 5 ناقص س، أيوه تمام كده، أكبر من أو يساوي صفر، لأن لا مانع أن يكون موجب أو صفر، ومنها سالب س أكبر من أو تساوي سالب 5. لو ضربنا في سالب أو قسمنا على سالب يبقى س أقل من أو تساوي 5. تمام كده، الجماعة اللي بيقولوا سالب من هنا و5 كلامهم مظبوط. أهم ما في الأمر اللي لسه بيتابعنا أول مرة وبيشوف الفيديو لأول مرة، لما أقسم على علامة سالب بعكس علامة التباين أو إشارة التباين. يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة ج، وهي الفترة نص المفتوحة سالب من النهاية و5. يبقى بأكد لو ما تحت الجذر د لدرجة أولى بناخد ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر، يعني كأننا بنحل متباينة. نروح نشوف المسألة اللي بعدها. طيب يا أستاذ، السؤال اللي بتسألونه نفسكم، لو كان ما تحت الجذر د لدرجة تانية، لو كان ما تحت الجذر د لدرجة تانية بناخد ما تحت الجذر ونساويه بصفر، يعني 4 ناقص س تربيع هيساويها بصفر. لو جيت نقلت الناحية التانية هيبقى س تربيع هتساوي 4. ده كلام مظبوط، يبقى س بتساوي موجب أو سالب 2. موجب أو سالب 2 دول بنسميهم جذري المعادلة. فهنا بنقول لو كان معامل س ما تحت الجذر ده لدرجة تانية وما تحت الجذر سالب، المجال هو عبارة عن الفترة المغلقة بتاعتنا اللي هي عبارة عن من سالب 2 لحد 2. برضو اللي عاوز يفهم ليه الفترة المغلقة من سالب 2 ل 2؟ أولا، التعويض من سالب 2 ل 2 هيدي أعداد موجبة، والأعداد الموجبة ليها جذر تربيعي. برضو اللي عاوز يفهم أكتر ليه، أولا لو جيت رسمت الدالة التربيعية جذريها سالب 2 و2 بتبقى الدالة التربيعية واخدة الوضعية دي. فالدالة لو معامل س تربيع موجب، الدالة هتبقى بالوضع ده، يبقى ساعتها هستبعد الفترة من سالب 2 ل 2. لكن هنا عندنا الدالة بتاعتنا معامل س تربيع سالب، فالرسمة هتبقى واخدة الوضعية دي، يعني الدالة موجبة في الفترة من سالب 2 لحد 2. إذا المجال بتاعنا هو الفترة المغلقة من سالب 2 ل 2. بأكد مرة تانية، لو كان معامل س تربيع سالب يبقى في لدالة درجة تانية تحت جذر تربيعي، يبقى المجال هو الفترة المغلقة المكونة من أصفار الدالة وما بينهما. لكن لو كان معامل س تربيع موجب زي الرسمة اللي موجودة قدامنا أو رسمناها في الأول، هيبقى ح فرق الفترة المفتوحة سالب 2 و2. تمام، يبقى هنا هنختار الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ألف. طيب لو رحنا لمسألة تانية، المسألة عبارة عن د س تساوي جذر س ناقص 1 ود س ور س تساوي جذر 1 ناقص س. عاوز مجال د زائد ر، ده مجال مجموع دالتين. لما اتكلمنا في الجزئية دي قلنا مجال الجمع هو نفسه مجال الطرح، هو نفسه مجال الضرب، هو المجال المشترك. يعني بمعنى أصح، هجيب مجال الأولى اللي هي د س تساوي الجذر التربيعي لس ناقص 1، هناخد ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر، ومنها س أكبر من أو تساوي 1. يعني ميم 1 اللي هو مجال الأولى هو عبارة عن الفترة من 1 لحد ما لا نهاية.
هروح امسك الدالة التانية اللي هي ري س. ري س تساوي الجذر التربيعي الواحد ناقص س. تمام كده يا جماعة، اللي بيقول الفترة من سالب ما لا نهاية لحد الواحد صح. واحد ناقص س أكبر من أو تساوي صفر، ومنها سالب س أكبر من أو تساوي سالب واحد. هنقسم على سالب، يبقى س أقل من أو تساوي واحد. يبقى إذا مجال التانية هو عبارة عن ميم اتنين، هو الفترة من سالب ما لا نهاية لحد، تمام كده، الواحد. المجال الجمع الطرح الضرب اتفقنا هو المجال المشترك، فالمجال المشترك هنا اللي هو عبارة عن ميم واحد تقاطع ميم اتنين، يعني المجموعة اللي بيشتركوا فيها، فالمشترك الوحيد بينهم هو عبارة عن الواحد. يبقى الإجابة الصحيحة هي عبارة عن المجموعة واحد، الاختيار رقم د. يبقى بنأكد مجال الجمع هو نفسه مجال الضرب ونفسه مجال الطرح، هو المجال المشترك، ولكن مجال القسمة هو المجال المشترك مع استبعاد أصفار المقوم. طيب لو شفنا مسألة غيرها، أدي مسألة وبيسأل عن المجال وما فيهاش جذور. طب هنا إيه الموقف ودالة قسمة؟ حبينا نقول المجال هو المجال المشترك، ما فيش مشكلة، مع استبعاد أصفار المقام. البسط دالة كسرة حدود أو دالة ثابتة، مجالها ح. المقام دالة مقياس، مجالها ح. إذا المجال المشترك هو ح، يبقى مع نستبعد أصفار المقام. يبقى روح ماسك المقام اللي هو عبارة عن مقياس س ناقص 3 ومساويه بصفر، يعني مقياس س هتساوي 3. لو جينا خدنا المقياس ب3 يبقى س بموجب أو سالب 3. يبقى أصفار المقام هي موجب وسالب 3، يعني قيمة س اللي اتجه على المقام بيساوي صفر، 3 أو سالب 3، يعني لا قيمة للدالة عندما س تساوي 3 أو سالب 3. يبقى لازم أستبعد 3 وسالب 3 من المجال اللي هو ح. إذا المجال يصبح هو عبارة عن ح ما عدا المجموعة سالب 3 و3، ويبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم د. طيب قدر حد فينا هيقول طب وانا ليه ده كله؟ ما المجال هو عبارة عن ح ما عدا أصفار المقام، تمام سليمة، والمجال ح ما عدا أصفار المقام اللي هما ح ما عدا سالب 3 و3. لو رحنا لمدى الدالة د، حيث د س بتساوي س ناقص 2 على 2 ناقص س. أولا خدوا بالكم بيسأل عن المدى مش المجال. المجال قيمة س لكن المدى قيمة الدالة. فهنا لو جينا نلاحظ هتلاقوا هو البسط هو المقام مع تغيير الإشارة، يعني لو فكرت تاخد سالب من البسط عامل مشترك هتبقى عبارة عن 2 ناقص س، تمام، على 2 ناقص س يعني الناتج سالب 1. أصبحت الدالة دالة مالها ثابتة، ومدى الدالة الثابتة هو قيمتها، يعني هنا المدى هو عبارة عن، أيوة كده كلام مظبوط، المجموعة سالب واحد. يبقى بأكد عليكم مدى الدالة الثابتة قيمتها، لأن الدالة الثابتة ثابتة ما بتتغيرش. لو جيت أجيب دالة الواحد هي سالب واحد، دالة الاتنين هي سالب واحد، دالة التلاتة هو سالب واحد. إذا المدى هو عبارة عن المجموعة سالب واحد. طيب لو جينا نبص في مسألة تانية بنقول فيها إذا كانت د س تساوي س زائد واحد وري س تساوي س تربيع، عاوزين د تركيب ر عند س باتنين. دي لها طريقتين في الحل، الطريقة الأولى الطريقة الرمزية وفي الآخر أعوض. يبقى هنا الحل الأول إيه بقى؟ بنعوض بالدالة التانية في الدالة الأولى، يعني بعوض بر في د، يبقى د تركيب ر هيساوي، ايوه كده، هشيل س واعوض عنها بس تربيع، يبقى تبقى س تربيع زائد واحد. هروح اجيب قيمه د تركيب ر، ده كلام كويس، عندما س باتنين يبقى اعوض هنا عن س باتنين، تربيع الاتنين اربعه زائد واحد يطلع الناتج خمسه. يبقى اذا د تركيب ر قيمتها عباره عن خمسه، ده كلام كويس، ادي حل. اقدر فانا مش عاوز احل كده، مش عاجبني الحل ده، يبقى حل اخر. ايه الحل الاخر؟ انا اروح هو عاوز د تركيب ر، اجيب دالة التانية الاول، يعني اروح اجيب ر واحد ر اتنين، ر اتنين يعني قيمة الدالة ر عندما س باتنين، اعوض هنا عن س باتنين، تربيع الاتنين اربعة، ده كلام ده كويس. هاخد هنا الاربعة واروح اعوض بيها في الدالة الاولى، يعني هجيب دالة الاربعة،
دالة الأربعة يعني عوض هنا في الدالة دال عن سين بأربعة زي ما أنتم شايفين، يبقى أربعة واحد يطلع الناتج خمسة، يبقى إذا دال تركيب ر عند الاتنين قيمتها خمسة. ركزوا كده كويس هنا، ر اتنين بأربعة ودالة الأربعة قيمتها خمسة، يبقى دال تركيب ر عند الاتنين قيمتها عبارة عن خمسة. ده كلام جميل وكلام طيب، يبقى الحلين كده هما سليم. لو جينا رحنا المسألة زي دي هستفيد بالمسألة اللي عدت فيها. بيقول أنا عاوز هنا بالنسبة للموقف اللي موجود قدامي ر تركيب د عند الواحد، ر تركيب د عند الواحد المفترض بجيب دالة الواحد. طب ما دالة الواحد بأربعة، الأربعة عوض بيها هجيب ر أربعة. طب ما ر أربعة بسبعة، يبقى إذا ر على طول تركيب د عند الواحد قيمتها سبعة مباشرة. طب انا عاوز اجيبها فهلوة على طول، فهلوة على طول هنا ر واحد قيمتها اربعة و ر اربعة قيمتها سبعة، يبقى الناتج عبارة عن سبعة. يعني بحذف هستبعد المكرر، يبقى ما قداميش غير اخد ان ر تركيب د قيمتها واحد، لكن الاصل في الموضوع دالة الواحد ايوه هي قيمتها اربعة، هعوض بالاربعة في ال ر، يبقى ر اربعة قيمتها سبعة. اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم ج. تمام كده. لو شفنا مسألة بعدها، هنا بنتكلم في الدالة الأحادية. الدالة الأحادية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية، أهم حاجة تركزوا عليها في الدالة الأحادية، مفيش دالة تربيعية أحادية. يبقى لو اشتغلت بلغة الاستبعاد، نمرة ب دالة تربيعية، مفيش دالة أحادية، مفيش دالة زوجية دالة أحادية. نمرة ب دالة زوجية، تمام، ما تنفعش تكون أحادية. نمرة ج دالة المقياس دالة زوجية، ما تنفعش تكون أحادية. نمرة د اللي هي دالة أربعة دالة ثابتة دالة زوجية، ما تنفعش تكون أحادية، يبقى بالاستبعاد هي أصلا ألف، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار ألف. يبقى نخلي بالنا مع بعض مرة تانية، ما فيش دالة زوجية دالة أحادية، فب زوجية، ج زوجية، د زوجية، إذا لا ب ولا ج ولا د تنفع تكون دالة أحادية، بالاختيار الصحيح هو الاختيار رقم ألف. ودي دالة درجة أولى، حتى لو حابين نرسم ألف الشكل البياني للدالة دي هو عبارة عن كده، دالة درجة أولى تقطع محور السينات عن سين تساوي 2، فلو جيت رسمت أي خط مستقيم أفقي هيقطع في نقطة واحدة، يعني دالة أحادية. لو جينا على اللي بعدها، الدالة الأحادية من الدوال المعرفة بالقواعد الآتية، تمام، برضه بيسأل عن الأحادية، بنقول مفيش دالة زوجية، مين هما؟ أ دالة تربيعية زوجية، ب دالة مقياس زوجية، د دالة ثابتة، والدالة الثابتة دالة زوجية. حد فينا يقول يا أستاذ الدالة الثابتة زوجية؟ أه، ما الدالة الثابتة اللي هي د س تساوي 3 أهي رسمتها، إذا يمثلها بعينين خط مستقيم متماثل حول محور الصادات، فالدالة الثابتة دالة زوجية. إذا الاختيار الصحيح هي الاختيار رقم ج، ولو لاحظتوا كمان ج دالة فردية، وكل الدوال الفردية أصلا تعتبر دوال أحادية. هنا بنقول إذا كانت الدال دالة فردية في الفترة من سالب 3 ل ب، فإن ب تساوي نقط. طالما الدالة سواء فردية أو زوجية لازم العدد ومعكوسه ينتمي إلى الفترة، فطالما بقى الفترة بدايتها سالب 3 يبقى لازم تكون نهايتها 3، يعني ب قيمتها 3، إن لم يكن الدالة تحتوي على العدد ومعكوسه فهي دالة لا زوجية ولا فردية. فسواء في مسألة زي كده ذكر الدالة الزوجية أو ذكر الدالة الفردية، يبقى لازم العدد ومعكوسه يكونوا موجودين، يعني ب على طول بالنظر هي عبارة عن ألف مع تغيير، عبارة عن سالب 3 مع تغيير الإشارة، يعني ب لازم تكون قيمتها 3. طيب لو شفنا مسألة زي كده تاني، إذا كانت دال دالة زوجية واتنين تنتمي إلى مجال دال، تمام، فإن دالة اتنين زائد دالة سالب اتنين. شرط الزوجية نذكركم تاني، يقال أن الدالة الزوجية لو كان دالة سالب س تساوي دالة السين، يعني دالة العدد بتساوي دالة معكوسه، ده شرط الزوجية. يعني دالة سالب اتنين هي نفسها دالة الاتنين، يبقى لو طبقنا هنا الله، يبقى إذا هو بيسأل عن دالة الاتنين زائد دالة سالب اتنين. طب ما دالة سالب اتنين هي دالة الاتنين، يبقى إذا الناتج اتنين
دالة الاثنين، ودي حاجات لن يخلو منها امتحان. تمام كده. لو شفنا واحدة تانية، إذا كانت دال دالة فردية، ما هو شرط الفردية يا أستاذ؟ شرط الفردية إن دالة سالب سين تساوي سالب دالة السين، يعني بتساوي الدالة الأصلية مع تغيير الإشارة. ده كلام جميل. طب لو جيت أطبق ده على اللي هو مديه، هيبقى 2 دالة سين. تمام، دالة سالب سين بسالب دالة السين، يعني سالب 8 دالة السين. ده كلام جميل. على 3 دالة السين. لو أنا فكرت أختصر، 2 دالة السين ناقص 8 دالة السين يبقى سالب 6 دالة السين. ده كلام طيب. على 3 دال سين، دال سين هتروح مع دال سين، سالب 6 على 3 اللي هي عبارة عن سالب 2. يبقى خلينا فاكرين شرط الزوجية وشرط الفردية. بأكد تاني، شرط الزوجية دالة سالب سين تساوي سالب دالة السين، يعني دالة العدد بتساوي دالة معكوسه، لكن الفردية بتساويها مع تغيير الإشارة. هنا بنقول الدالة الزوجية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية هي، هنا بالنسبة للموقف، دال سين بتساوي سين تكعيب، كلنا عارفين هي دالة فردية. دال سين بتساوي جا سين، جا سين برضو دالة فردية، واللي مش عارف إن جا سين دالة فردية منحنى الجيب بيبقى واخد الوضعية دي، يعني متماثل بالنسبة لنقطة الأصل، فهي دالة فردية. لو رحنا لنمرة جيم، نمرة جيم دال سين بتساوي سين جتا سين، سين دالة فردية والجتا دالة زوجية، فحاصل ضرب دالتين أحدهما فردية والأخرى زوجية هو دالة فردية زي قاعدة الإشارات. إذا بالاستبعاد ألف وب وجيم ما ينفعوش، إذا هي دال، بس عاوزين نعرف دال ليه. دال عبارة عن سين دالة فردية والجا دالة فردية، فكأني بضرب سالب في سالب، فسالب في سالب يطلع الناتج بتاعه هيساوي موجب، لكن حاصل ضرب دالتين أحدهما فردية والأخرى زوجية هو دالة فردية زي ما شفنا في جيم. حاصل ضرب دالتين فرديتين هو دالة زوجية، حاصل ضرب دالتين زوجيتين هو دالة زوجية. يبقى نفتكرها مع بعض بقاعدة الإشارات. بأكد مرة تانية، قاعدة الإشارات. تمام، هكتب معاكم قاعدة الإشارات تاني. طب لما نيجي نتكلم عن قاعدة الإشارات بنعمل إيه؟ أو بنشتغل على مين؟ قاعدة الإشارات، الفرد يمثل بالسالب، فسالب في سالب يعني فردي في فردي يطلع الناتج زوجي، إن سالب في سالب بموجب. طب الموجب يمثل الدالة الزوجية، فموجب في موجب بموجب، يعني حاصل ضرب دالتين زوجيتين دالة زوجية، حاصل ضرب دالتين فرديتين دالة زوجية، حاصل ضرب دالتين أحدهما فردية والأخرى زوجية، فالناتج عبارة عن دالة فردية. يبقى لو نسينا نطبق قاعدة الإشارات. ده كلام كويس هنا. تمام كده، الله ينور عليك، خطفتوها بسرعة. أيوة كده، الدالة الفردية من الدوال المعرفة بالقواعد الآتية. هنا بالنسبة للموقف اللي موجود قدامي، طبعا هي ألف، لكن هنقول ليه. طب تعال نبدأ ب الأول. ب دالة زوجية، الظاء فردية لكن مرفوعة لأس زوجي، تبقى دالة زوجية. الجتا كده كده دالة زوجية، الجتا دالة زوجية، دالة الزوجية. لو مش فاكرين الجتا، منحنى الجتا بيبقى عامل كده، متماثل بالنسبة لمحور الصادات. والدالة الثابتة احنا قلناها كذا مرة النهاردة زوجية. طيب إذا دول مستبعدين. طب ليه ألف بقى؟ لأن ألف حاصل ضرب دالتين أحدهما الزوجية والأخرى فردية، كأننا بضرب موجب، أيوه كأننا بضرب موجب في سالب، وحاصل ضرب في موجب سالب يطلع سالب، والسالب يمثل دالة فردية. يبقى إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم ألف. ده كلام كويس. هنا برضو بيسأل عن نوع الدالة، دال سين بتساوي جا سين على سين من حيث الزوجية والفردية. تمام، اتفقنا الضرب زي القسمة، يعني هنا البسط الجا دالة فردية يبقى تمثل بسالب، والسين دالة فردية سالب على سالب. تمام كده، يدينا الناتج موجب، موجب يعني دالة زوجية. فهمنا القصة ماشية ازاي؟ يبقى اذا لما يسألني عن نوع الدوال من حيث الزوجية الفردية، فكانت تمثل الدالة الفردية بإشارة السالب والدالة الزوجية بإشارة الموجب، حاصل ضرب إشارتين زي بعض الناتج موجب، يبقى دالة زوجية. حاصل ضرب إشارتين مختلفتين الناتج سالب، يبقى دالة فردية. وكذلك قاعدة القسمة،
قاسم فردي على فردي يبقى الناتج يدينا زوجي، يبقى دالة زوجية. لو رحنا لمسألة زي دي، إذا كانت ص بتساوي الجذر التكعيبي لس، لكل س أكبر منها تساوي صفر، لأن الدالة العكسية لها هي الص بتساوي مين. هنا بالنسبة لنوعية دي من المسائل، قلنا إني هنبدل السين مكان الصاد لما يسألني عن الدالة العكسية، هخلي السين صاد والصاد سين، يبقى سين تساوي الجذر التكعيبي تمام لصاد، هكعب الطرفين عشان أتخلص من الجذر، يبقى سين تكعيب هتساوي صاد. إحنا دايما المسألة بتاعتنا أي دالة بتبدأ بصاد، يعني صاد هتساوي سين تكعيب، بدل صاد هكتب دال أس سالب واحد سين، يبقى دال أس سالب واحد سين هي سين تكعيب. يبقى نعرفها بالنظر على طول، الدالة العكسية للجذر التكعيبي هو عبارة عن سين تكعيب. ده بالنسبة للمسألة دي. يبقى نقول تاني، عندي دالة وعاوز الدالة العكسية ليها، يبقى أول حاجة أخلي السين صاد والصاد سين. تاني حاجة أبدأ أفصل الصاد لوحدها، لو كان فيها جذر تكعيب أتخلص من الجذر التكعيبي، وهكذا. فكعبنا الطرفين بقت سين تكعيب بتساوي صاد. صاد اللي هي الجديدة دي اللي هي تعتبر دال أس سالب واحد سين، أو الدالة العكسية للجذر التكعيبي. لو رحنا المسألة زي الشكل اللي موجود قدامي، أي من الأشكال اللي هتيجي يعبر عن دالة أحادية؟ بيانيا سبق واتفقنا إن الدالة الأحادية يقال إن الدالة الأحادية لو رسم أي خط مستقيم أفقي يقطع الدالة في نقطة واحدة. فهنا هستبعد ألف، لأن لو رسمت خط مستقيم يقطع في نقطتين هستبعد ب، لو رسمت خط مستقيم هيقطع في نقطتين هستبعد الأخيرة. يبقى إذا الاختيار الصحيح هو عبارة عن تمام. ممكن حد فيكم يقول أنا مش هعمل كده يا أستاذ، ما هو كده كده بالنظر باينة، الشكل رقم اتنين يمثل دالة فردية وجميع الدوال الفردية أحادية، صح؟ واحد تاني بيقول فيكم إن الشكل الأول والتالت والرابع يمثل دوال زوجية ومفيش دوال زوجية أحادية، كلام مظبوط. إذا الاختيار الصحيح هو أصلا الاختيار رقم ب. لو رحنا المسألة زي دي، منحنى الدالة د حيث د س بتساوي س تربيع زائد 4 هو نفس منحنى الدالة ر، حيث ر س بتساوي س تربيع، إذا مقدارها 4 وحدات في اتجاه مين؟ والله لو بص الس تربيع هي الس تربيع، يعني الس ما اتغيرتش، اللي اتغير هو الدالة، الدالة زادت بمقدار 4، والدالة لما يحصل تغير في الدالة يبقى انتقال في اتجاه محور الصادات، يعني الإجابة أ وب مستبعدين. إمتى أ وب؟ الألف وب لما يكون تغير في س، لكن طالما التغير في الدالة هنا الدالة يعتبر زادت بمقدار 4، يبقى الحركة رأسية أو الانتقال في اتجاه محور الصادات، بس هل هو في اتجاه واو صاد ولا واو صاد شرطة؟ دايما طالما الدالة بيبقى بنفس يعني هنا الدالة زادت بمقدار 4، يبقى انتقلت من هنا هي دالة لحد هنا، يبقى الانتقال مقداره 4 وحدات في اتجاه، الله ينور عليك، واو صاد. يبقى اذا الانتقال طالما في الصاد يبقى بنفس الاشاره، لو الاشاره موجبه يبقى الانتقال في اتجاه واو صاد، لو الاشاره دي كانت سالب 4 يبقى الانتقال في اتجاه واو صاد شرط، يعني هتنزل تحت شويه. طيب النوعيه دي من المسائل نتكلم فيها كتير، بقول لي هنا منحنى الداله دي داله المقياس ر حيث ر س بتساوي مقياس س زائد 3، ونفس منحنى الدالة دال س بتساوي مقياس س بإزاحة. اللي حصل هنا الس هي اللي اتغيرت، والانتقال يبقى كده انتقال على محور السينات، طالما انتقال على محور السينات يبقى ج ود مستبعدين، يبقى إذا الاختيار ما بين أ وب. طيب أنا بقول دلوقتي طالما الانتقال على اتجاه محور السينات يبقى بعكس الإشارة، دي كام؟ زائد 3، بعكس الإشارة يبقى الانتقال هو عبارة عن 3 وحدات في اتجاه واو س شرطه. طب عاوزين نشوفها بياني، نشوفها بياني. ادي داله المقياس اهي، انتقلت بقت هنا، يبقى ادي الشكل البياني ليها، يبقى ازيحت بمقدار 3 وحدات في اتجاه الشعاع واو س شرطه، لان هنا س وهنا عباره عن س شرطه. طيب لو رحنا لمسألة بالوضعية دي، من الشكل قاعدة تعريف الدالة هي مين؟
مديني رسمة، دي رسمة دالة مقياس، يبقى عندي واحدة مستبعدة اللي هي ألف، يبقى الاختيار ما بين ب وما بين ج وما بين د. طيب أنا لو عاوز أشوف الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح والله المفترض هجيب نقطة بداية الشعاعين السين بواحد والصاد باتنين، السين بعكس الإشارة والصاد بنفس الإشارة، إذا هنا المفترض إن مقياس سين ناقص واحد زائد اتنين، يبقى إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم ج، مقياس سين ناقص واحد زائد اتنين. ليه ما نفعتش ب؟ لأن ب بنفس الإشارة السين، المفروض السين بعكس الإشارة. طب ليه ما نفعتش د؟ لأن د السين والصاد متبدلين، يبقى إذا الاختيار الصحيح هو د س بيساوي مقياس س ناقص واحد زائد اتنين. لو شفنا مسألة زي دي، الشكل الذي يمثل الدالة د المعرفة بالقاعدة د س بتساوي واحد على س ناقص اتنين زائد تلاتة. أولا القاعدة تمثل دالة تكعيبية، دالة كسرية، الأشكال الأربعة برضو كلهم بيمثلوا دوال كسرية. طب كويس، طب أنا أحكمها إزاي؟ أحكمها لها كذا قصة. لو جيت أجيب نقطة تماثل بالنسبة للدالة اللي هو مديها، نقطة تماثل السين بعكس الإشارة يبقى اتنين والصاد بنفس الإشارة يبقى تلاتة، فأشوف مين هنا في الدوال نقطة تماثل اتنين وتلاتة. لو مسكت الأولى نقطة تماثل أهي، دي نقطة التماثل. كويس، يعني نقطة تماثل هنا عبارة عن نقطة تماثل بتاع دي صفر واتنين، ما تنفعش. لو جيت أمسك التانية اللي هي موجودة قدامنا، نقطة التماثل بتاعتها اهي، تمام، نقطة التماثل بتاعتها اللي هي عبارة عن ايوه س ب2 وص ب3، اذا الاختيار الصحيح هو عبارة عن الاختيار رقم ب. طب ليه ما يكونش الاختيار رقم ج؟ رقم ج نقطة تماثل 3 و0، ما تنفعش. طب ليه ما يكونش الاختيار رقم د؟ رقم د نقطة التماثل عبارة عن 3 و2، فالس ص والص س، اذا لما يديني قاعدة تعريف وشكل متمثل أقدر أجيبه عن طريق نقطة التماثل. لو جينا المسألة زي دي، بيقول لي مجموعة حل المعادلة مقياس س ناقص 3 ناقص 1 بتساوي 0. والله ليها طريقتين في الحل. مسألة زي دي هنا بالنسبة للموقف اللي موجود قدامنا، بس دي نخليها زائد، يبقى إذا مقياس س ناقص 3 زائد واحد تساوي صفر. لو جيت نقلت الناحية التانية بمقياس س ناقص 3 تساوي سالب واحد. طبعا مفيش مقياس بالسالب، يبقى مجموعة الحل هي عبارة عن فوي. ده بالنسبة للموقف اللي موجود قدامنا. طيب إذا أنا هجيبها بالنظر، نجيبها بالنظر، ففي ده عبارة عن كمية، ده المقياس هيدينا قيمة موجبة والواحد هيدينا قيمة موجبة، ده كلام مظبوط إزاي الناتج يطلع صفر؟ طب امال امتى يبقى لها قيمه؟ لو مثلا مساله زي دي مقياس س ناقص 3 ناقص 1 تساوي صفر، دي هيبقى لها حل س ناقص 3 هيساوي 1، ومنها س ناقص 3 مره هساويها بواحد، وس ناقص 3 مره هساويها بسالب 1، يبقى ساعتها س هتساوي 4 وس هتساوي ايوه كده 2، يبقى ساعتها مجموعه الحل هي عباره عن 4 و2. لكن المسألة اللي موجودة قدامنا هي مقياس س ناقص 3 زائد 1 تساوي 0، فمجموعة الحل بتاعها هو نمرة ج اللي هي عبارة عن فاي، أي لا توجد قيمة لس تحقق تساوي الطرفين أو تجعل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. لو شفنا مسألة بعدها، دي متباينة، مقياس س ناقص 2 أقل من أو تساوي 4. في المتباين لما يبقى فيها اقل من، كنا بنعمل كده متباينه مركبه، بناخد ما داخل ما بداخل المقياس اللي هو س ناقص 2 ونساويه كده، نحصره بين سالب 4 و4، كان بحل المتباينه بتاعت اولى اعدادي، بنقل الاثنين مره يمين ومره شمال مع تغيير الاشاره، يبقى سالب 4 زائد 2 اقل منها تساوي س، اقل منها تساوي 4 زائد 2. ده كلام كويس. سالب 4 زائد 2 اللي هي سالب 2، س 4 و2 يدينا 6، يبقى مجموعة الحل هي عبارة عن الفترة المغلقة من سالب 2 لحد الستة، والاختيار الصحيح يبقى الاختيار رقم ب. ده كلام جميل. يبقى في حالة أقل بحصر ما بداخل المقياس ما بين العدد ومعكوسه، لكن في حالة الأكبر هنتيجي مسألة دلوقتي
بعد شوية فيها أكبر. طب مسألة زي دي، الجذر التربيعي س تربيع ناقص 14 س زائد 49 أقل من أو أقل من 5، حلها يا ترى إيه؟ لو جينا ندقق في ما تحت الجذر، ما تحت الجذر مربع كامل. أيوه تمام، أعرف منين؟ هو غالبا مربع كامل. طيب أعرف منين؟ لو جبت جذر الس تربيع س، جذر السبعة 49 7، جذر الأول في جذر الأخير في 2 يدينا 14 س، جذر الس تربيع س، جذر ال 49 7 وأروح ضارب في 2 يديني يبقى كده مربع كامل. طيب إيه بقى؟ أروح أجيب جذر الأول س، إشارة النص، جذر ال 49 7 والكل تربيع أقل من 5. كان عندنا خاصية من الخواص إن الجذر التربيعي لس تربيع هيساوي مقياس س، الجذر التربيعي لس تربيع هيساوي مقياس س، يبقى الجذر التربيعي لس ناقص 7 الكل تربيع هو مقياس س ناقص 7 أقل من 5. يبقى المسألة خدت نفس الصورة اللي كانت المسألة اللي عدت، باخد مداخل المقياس اللي هو س ناقص 7 واحصرها بين سالب 5 و5. ده كلام جميل. ودي السبعة يمين وشمال مع تغيير الإشارة، هيبقى هنا فيه 2، هنا فيه س، هنا هيبقى عبارة عن فيه 12. تمام، يبقى مجموعة الحل هي عبارة عن الفترة المفتوحة من 2 إلى 12. ده كلام طيب وكلام جميل. طيب نروح لمسألة تاني بعدها. هنا بالنسبة لو قدر إن دي كانت الجذر التربيعي ل س تربيع ناقص 14 س زائد 49 أقل من 5، عادي ساعتها أحلها أقول برضه بنفس الكيفية، الجذر التربيعي لس تربيع ناقص 14 س زائد 49 ما تحت الجذر مربع كامل، وبعد كده بنحل هنوصل لنفس القصة إن مقياس س ناقص 7 أكبر من 5، هقول مرة أكبر ومرة أصغر. طلاب الأعزاء نلقاكم على خير في الترم الثاني إن شاء الله، وإلى اللقاء.